شوف الآن مثلاً يوزر جديد، هذا يوزر لوجد إن أوريدي، يعني مسجل تسجيل دخول. خلينا نجرب نسوي يوزر جديد، نيو أكاونت، نسوي تسجيل خروج من هنا، لوج أوت، يس، سوي لوج أوت. هذا الشاشة في البداية تظهر كذا، طبعاً هي في البداية تظهر هذه الشاشة تظهر حقت الإنترو، أبليكيشن إنترو، تظهر كذا بالشعار وبالكلام طبعاً لو إنها عربي تصير عربي. نغير مثلا، نخلي اللغة العربية هنا، تقدر تختار عربي، تخلي التطبيق كامل عربي، وتروح على هنا مثلا تسجيل دخول أو إنشاء حساب، طبعا تسوي حساب جديد عميل، يعني أي شيء مثلا، نسوي تسجيل دخول نفس المعلومات. طبعا يجيب لك ملاحظة انه ملفك غير مكتمل، طبعا لو بالانجليزي بيظهر انجليزي، هذا your profile is not completed، فينبهك عشان تحط مكان التوصيل، مكان الشراء، العناوين، الموقع، معلوماتك العامة، البروفايل يعني، فتضغط اوكي. هذا ينبهك يعني، يتصل بالسيرفر بيشوف اذا انه البروفايل نوت كومبليتد بيتاكد منه. هنا تحط الصورة، طبعا الصورة تحطها هنا، تحط كاميرا، اي شيء يعني، شيء راجع لك، مثلا هذه الصورة اوكي. الاسم الاول كالعادة، اسم الثاني، الجوال، تاريخ الميلاد، طبعا هجري ميلادي، يعني لو تشوفه بالانجليزي يجيك انجليزي يعني عادي. العنوان إذا ضغط هنا بيجيك العنوان، تحدده في الخريطة أي مكان مثلا، قلت تم. طبعا تقدر تحرك البن هذا الدبوس، تقدر تغير مثلا، تضغط عليه كذا تغير مكان أي مكان تبغاه، تضغط أوكي خلاص تم. حيضيف لك الموقع، طبعا يتصل بالـ API حقت البريد السعودي، ويظهر لك الـ National Address، National Address، National Address نفسه يظهر، اللي هو الآن يتصل، شوف بالناشنال أدرس، شوف أظهر لك عنوانك في الناشنال أدرس، العنوان الوطني، شوف لاحظ كامل، وبالإحداثيات باللاتيتيود واللينجيتيود. الآن نسوي إرسال بعد مع بين المعلومات كاملة، هذا طبعا مكان التوصيل، خلاص تم تعديل في البروفايل. طبعا هذه في أشياء مهمة مكتملة في السيرفر، هذه الآن متصلة بالسيرفر، تنزل لك المعلومات هذه من السيرفر، الستور، المتاجر الموجودة عندنا. طبعا تحت في الأخير أشياء لسه ما بضيفها إن شاء الله اليوم تظهر لكم في من خلال السيرفر. هنا عندك مثلا هذا أقرب مكان اللي هو هايبر مندا مثلا، زي ما شفنا أول، عندك هنا كارفور مثلا، تشوف عنوان، معلومات عنه، أشياء زي كذا، هنا تشوف العنوان حقه، التقييم، النجوم، التقييم شغال ترى. هنا المنتجات مثلا، تشوف المنتجات بتشتريها، هنا الشاتينج، تبي تسوي شات معاه تقدر تسوي شاتينج، وهكذا يعني، في أشياء حلوة. مثلا خلينا نرجع وراء، هنا في اللي هو الفلتر، تقدر تسوي بحث من خلال أقرب موقع، من خلال التقييم، من خلال إلى آخر، من خلال يكون مرتب تنازلي تصاعدي إلى آخره.